من السياسة إلى الأمن والاقتصاد، ملفات خلافية مزمنة تراوح التعطيل بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق، بيد أن الأيام الأخيرة تحمل ما يعتقد أنه بارقة أمل لإيجاد حل لهذه الخلافات، لا سيما بعيد الإعلان عن تفاهمات على تسليم عائدات النفط المصدرة من حقول الإقليم لبغداد مقابل إرسال الحكومة المركزية حصة الإقليم من الموازنة المالية للبلاد لهذا العام، والتي بلغت قرابة 152 مليار دولار، خصص نسبة منها لحكومة أربيل. لتثبيت هذه التفاهمات يصل رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إلى شمال العراق ضمن زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه، متنقلا بين السليمانية وأربيل. سيعمل السوداني على حسم الملفات الخلافية والتنقيب عن الفرص الاقتصادية التي تعود بالنفع على الطرفين. نحن نمتلك إرادة ورغبة جادة في إنهاء هذا الملف والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعبنا. يبرز ملف نفط شمال العراق واحدا من أعقد القضايا بين الجانبين، وعادة ما كان يستخدم ورقة للتصعيد السياسي في لحظة تأزم العلاقات بين المركز والإقليم. تثبيت هذه التفاهمات دون عراقيل يرفع الأمال بشأن إمكانية إقرار قانون النفط والغاز الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ نحو عقدين من الزمن بسبب الخلاف حول إدارة الحقول النفطية. لكن ذلك لا يقلل أهمية قضايا أخرى عالقة يتطلب تجاوزها مزيدا من النقاشات، مثل المناطق المتنازع عليها أبرزها كركوك، إلى جانب ملفات لطالما كانت عاملا منغصا لعلاقة العراق بجيرانه، لا سيما تركيا التي تعمل على مكافحة مسلحي تنظيم PKK الإرهابي المتحصنين في جبال سنجار وقنديل. فإلى جانب عملياتها العسكرية هناك، تضغط أنقرة على بغداد لمنع التنظيم من استخدام أراضيها لزعزعة أمن دول الجوار. نذر علوش، تيرت عربي.